أنا اللي قمت بالإشراف على تغسيله ودفنه. نعم، كان الرئيس ياسر عرفات، ليس هذا فقط، وإنما كان هناك دماء تنزف من جسده بعد موته بعدة ساعات حينما قمنا بتغسيله. والتفسير الطبي لذلك أن السم يذهب خاصية التجلط في الدم. استمرار النزف من دم من جسده بعد موته بعدة ساعات يؤكد أنه قتل بالسم. والتقرير السويسري الذي صدر مؤخرا يؤكد أن الرئيس قد قتل بالسم. ونحن في اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة استعراضات بالأمس يعني توصلنا لهذه النتيجة، نتيجة يعني التقرير الفني الذي قيم التقرير السويسري والروسي والفرنسي، وصلنا إلى نتيجة إلى أن الرئيس ياسر عرفات قد قتل بالسم بمادة سمية. ولكن الآن يجب علينا أن نلجأ إلى المؤسسات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق حتى نعرف الأداء. نحن نعرف أن إسرائيل هي التي قامت بقتله، بس نريد أن نكتشف الأداء من نفذ هذه الجريمة بشكل مباشر.